السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الرابع، وهو بعنوان جمع الأعداد الكلية، وهو الدرس الثالث من الوحدة الثانية الجزء الأول. أهداف الدرس: جمع الأعداد الكلية باستعمال الخوارزمية القياسية والقيم المنزلية. حل وشارك صفحة 59 في الكتاب المدرسي. جمع صف سارة 4219 زجاجة لمركز إعادة التدوير، وجمع صف دانة 3742 زجاجة، وجمع صف مروة 4436 زجاجة. أوجد عدد الزجاجات التي جمعتها الصفوف الثلاثة. حل هذه المسألة بأي طريقة تختارها. والآن عزيزي الطالب، بعد قراءة المسألة جيدا والتمعن بها، هيا بنا لنجيب سويا عن الأسئلة التالية. أولا، ما عدد الزجاجات التي جمعها كل صف؟ رائع، جمع صف سارة 4219 زجاجة، وجمع صف دانة 3742 زجاجة، وجمع صف مروة 4436 زجاجة. ثانيا، ما المطلوب منك إيجاده؟ رائع، المطلوب إيجاد العدد الكلي للزجاجات التي تم تجميعها. ثالثا، ما العملية التي يجب استعمالها لإيجاد العدد الكلي للزجاجات؟ أحسنتم، عملية الجمع. رابعا، ما الأداة التي يمكن استعمالها للمساعدة على جمع هذه الأعداد الثلاثة؟ مبدع، لوحات القيم المنزلية. والآن عزيزي الطالب، قم بقراءة مسألة حل وشارك مرة أخرى، ثم أوقف الفيديو وحاول الإجابة على هذه المسألة، ثم أعد تشغيل الفيديو لنستعرض سويا الإجابات. وتذكر أنه يمكنك استعمال البنية في الحل لتجزئة الأعداد الكبيرة بحسب القيمة المنزلية لتساعدك على عملية الجمع. والآن سنعرض بعض أعمال الطلاب ونناقشها سويا. عمل الطالب تميم: كما تلاحظ أمامك، قام تميم بمحاذاة الأعداد رأسيا بحسب القيم المنزلية، ثم جمع وأعاد التجميع عند اللزوم. وقال: جمعت الصفوف 12397 زجاجة. عمل الطالب أحمد: قام أحمد بمحاذاة الأعداد المضافة رأسيا، لكنه لم يقم بإعادة التجميع، وقال: جمعت الصفوف 11387 زجاجة. والآن ما رأيك عزيزي بالحلول التي أمامك؟ رائع، رتب أحمد الأعداد رأسيا ولكنه حصل على نتيجة خاطئة لأنه لم يقم بإعادة التجميع، بينما حصل تميم على إجابة صحيحة. لذا يمكن أن نستعمل الخوارزمية القياسية لجمع الأعداد الكلية، وقد يكون من الضروري إعادة التجميع عند عملية الجمع. السؤال الأساس: كيف تجمع الأعداد الكلية؟ فكر عزيزي في إجابة هذا السؤال، وسنعود بعد دراسة المثال للإجابة عنه سويا. مثال صفحة 60 في الكتاب المدرسي. تتضمن خطط تجديد ملعب رياضي إضافة 19 ألفاً
و255 مقعدا آخر. أوجد عدد المقاعد في الملعب المجدد. كما تلاحظ عزيزي، الصورة المجاورة توضح أن الملعب مقسم إلى قسمين. القسم الأول المدرجات وفيه 20,000 مقعد. القسم الثاني المقصورات وفيه 4,595 مقعد. المطلوب منك هو إيجاد عدد المقاعد في الملعب المجدد، ولكن ما ناتج الجمع الذي يجب عليك إيجاده أولا قبل إيجاد المطلوب؟ أحسنت، عدد المقاعد في الملعب الأصلي قبل التجديد، ويكون 20,000 مقعد في المدرجات و 4,595 مقعدا في المقصورات، ويكون الناتج 24,595 مقعد في الملعب الأصلي كاملا. تذكر عزيزي أنه يمكنك استعمال متغير لتمثيل القيمة المجهولة. كما تلاحظ في هذا المخطط 24,595 هو عدد المقاعد في الملعب الأصلي قبل التجديد، و 19,255 عدد المقاعد الإضافية، وناتج جمعهما معا يمثل المتغير S، وهو إجمالي عدد المقاعد في الملعب المجدد. ويمكنك أيضا استعمال خوارزمية لحل المسألة. تذكر أن الخوارزمية عبارة عن مجموعة من الخطوات المستعملة لحل مسألة رياضية. B الخطوة الأولى، استعمل الخوارزمية القياسية للجمع. نجمع 24,595 زائد 19,255. اجمع الآحاد ثم العشرات ثم المئات. أعد التجميع إذا لزم الأمر. منزلة الآحاد 5 زائد 5 ويساوي 10. الرقم 0 في منزلة الآحاد، ونعيد تجميع الواحد في منزلة العشرات. منزلة العشرات 9 عشرات زائد 5 عشرات زائد 1 عشرات ويساوي 15 عشرة. نضع 5 في منزلة العشرات، ونعيد تجميع الواحد في منزلة المئات. نجمع منزلة المئات 5 مئات زائد 2 مئات زائد 1 مئات ويساوي 800. C الخطوة الثانية، اجمع الآلاف ثم عشرات الآلاف. أعد التجميع إذا لزم الأمر. 4,000 زائد 9,000 ويساوي 13,000. نضع 3 في منزلة الآلاف، ونعيد تجميع الواحد في منزلة عشرات الآلاف. نجمع منزلة عشرات الآلاف 1,10,000 زائد 2,10,000 زائد 1,10,000 ويعطي 40,000. نقول S تساوي 43,850. إذن سيحتوي الملعب على 43,850 مقعدا. D الخطوة الثالثة، استعمل تقديرا للتحقق من أن إجابتك منطقية. نقرب العدد 24,595 لأقرب 1,000 ويصبح 25,000. نقرب العدد 19,255 إلى أقرب 1,000 ويصبح 19,000. ناتج التقريب يساوي 44,000. إذن 43,850 قريب من التقدير 44,000. إذن الإجابة منطقية. تذكر عزيزي، يمكنك جمع عددين أو أكثر عندما ترتب الأعداد بحسب القيمة المنزلية. اجمع الأرقام التي في المنازل المتشابهة. أقنعني صفحة 60 في الكتاب المدرسي. والآن عزيزي الطالب، أوقف الفيديو
حل المسألة ثم أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل. أهلا بك عزيزي، استعمل البنية في الحل. إذا كانت كل المقاعد الموجودة في صالات كرة السلة المذكورة في الجدول مشغولة، فما إجمالي عدد الأشخاص في الصالات الثلاث؟ المطلوب منك عزيزي إيجاد إجمالي الأشخاص في الصالات الثلاث، ولكن هل أستطيع جمع ثلاثة أعداد معا؟ بالتأكيد أستطيع جمع عددين أو أكثر. مقاعد الصالة A 16,285، مقاعد الصالة B 18,187، مقاعد الصالة C 20,557. قبل بداية عملية الجمع، تأكد عزيزي من محاذاة القيم المنزلية المتشابهة رأسيا قبل استعمال الخوارزمية القياسية للجمع، وابدأ من اليمين وأعد التجميع إذا لزم الأمر. نجمع منزلة الآحاد 5 + 7 + 7 ويساوي 19، 9 في منزلة الآحاد، ونعد تجميع الواحد في منزلة العشرات. نجمع منزلة العشرات 8 + 8 + 5 + 1 ويساوي 22، 2 في منزلة العشرات، ونعد تجميع الاثنان الأخرى في منزلة المئات. نجمع منزلة المئات 2 + 2 + 1 + 5 ويساوي 10. نضع الصفر في منزلة المئات، ونعد تجميع الواحد في منزلة الآلاف. الآن نجمع منزلة الآلاف 1 + 6 + 8 + 0 ويساوي 15. نضع الخمسة في منزلة الآلاف، ونعد تجميع الواحد في منزلة عشرات الآلاف. والآن نجمع منزلة عشرات الآلاف 1 + 1 + 1 + 2 ويساوي 5 في منزلة عشرات الآلاف، ويكون الناتج عدد الأشخاص في الصالات الثلاث يساوي 55,029 شخصا. والآن نعود للسؤال الأساس، كيف تجمع الأعداد الكلية؟ في الخوارزمية القياسية للجمع يتم تجزئة عملية الجمع إلى عمليات حسابية أبسط باستعمال القيم المنزلية. تدرب موجه صفحة 61 في الكتاب المدرسي، عبر عن فهمك. التمرين الأول. والآن عزيزي الطالب، أوقف الفيديو وحاول حل التمرين ثم أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل. أهلا بك عزيزي مجددا. ابن الحجج الرياضية، عند جمع العددين 36,424 و 24,482، لماذا لا نقوم بإعادة التجميع في الخطوة الأخيرة؟ ما رأيك عزيزي؟ أحسنت، ننفذ عملية الجمع. إذن نقول لأن مجموع عشرات الآلاف أصغر من 10,000، لم نقم بإعادة التجميع في الخطوة الأخيرة. تدرب موجه صفحة 61 في الكتاب المدرسي، طبق فهمك. والآن عزيزي الطالب، أوقف الفيديو وحل التمرينين الثالث والرابع ثم أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل. أهلا بك عزيزي، في التمارين الثالث والرابع قدر ثم أوجد ناتج الجمع. التمرين الثالث، في البداية نقدر العدد 14,926 لأقرب 1000 ويصبح 15,000. نقرب العدد 3,382 لأقرب 1000 ويصبح 3,000. نجد ناتج التقريب ويساوي
18,000، ثم نجد ناتج الجمع الدقيق. نبدأ من منزلة الآحاد، 6 + 2 ويساوي 8، ثم منزلة العشرات، 2 + 8 ويساوي 10. نضع الصفر في منزلة العشرات ونعد تجميع الواحد في منزلة المئات. نجمع منزلة المئات، 1 + 9 + 3 ويساوي 13. نضع 3 في منزلة المئات ونعد تجميع الواحد في منزلة الآلاف. نجمع منزلة الآلاف، 1 + 4 + 3 ويساوي 8. منزلة عشرات الآلاف 1، ويكون ناتج الجمع الدقيق 18,308. التمرين الرابع، نقرب العدد 423,156 إلى أقرب 100,000 ويصبح 400,000. نقرب العدد 571,607 إلى أقرب 100,000 ويصبح 600,000، وبهذا يصبح ناتج التقريب 1,000,000، وناتج الجمع الدقيق 994,763. إلى هنا أعزائي الطلاب، نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، وإلى لقاء جديد في الجزء الثاني من هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.